بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين. نتابع وإياكم أيها الإخوة الكرام في دروسنا، وفي هذا الدرس سنتوقف مع بداية طريق التزكية ونهايته. دائما نحن في تفكيرنا نبحث عن نهاية الطريق ونفكر في نهاية الطريق وكيف سنصل في النهاية إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكيف سنصل في النهاية إلى إصلاح النفس وإلى التزكية، إلى السعادة، إلى دخول الجنة، وحتى في المجالات الدنيوية إلى تحقيق الهدف والوصول إلى المراد والمبتغى. غالبا الناس ينشغلون بهذه النهايات ويتغافلون عن حقيقة مهمة جدا، سواء في قضية التزكية أم في غيرها، أن النهايات والخواتيم هي ثمرة البدايات. النهايات الجيدة هي ثمرة البدايات الجيدة غالبا، هذه هي القاعدة العامة. طبعا هذه القاعدة بلا شك لها استثناءات ولها يعني بعض الشذوذات، ولكن القاعدة العامة أن النهاية الجيدة هي ثمرة البداية الصالحة والمستقيمة. في طريق التزكية، يعني الذي هو الطريق إلى الله، الذي هو طريق الإحسان، يعني نسمع كثيرا في دعائنا ونحن نردد دوما هذا الدعاء: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ما هيك؟ ما كلنا بندعي بحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة هي أمر عظيم جدا جدا بلا شك، لأنه حسب ما تكون خاتمة الإنسان يعني هذا مؤشر على مصيره الذي سيكون عليه يوم القيامة. وطبعا ما بس أيضا بالأمور الدينية، حتى في الأمور الدنيوية بالنهاية الإنسان بالنهاية بالامتحان، الامتحان هو الذي يحدد نجاح هذا الإنسان والطريق الذي سيسلكه. ولكن هذا حسن الخاتمة، هذا كيف نصل إليه؟ كيف نبدأ الطريق؟ وهنا يقول ابن عطاء الله في إحدى حكمه، يقول: من علامة النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. من علامة النجاح في النهايات، النجح يعني النجاح، من علامة النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. شوف كيف الربط بين النهاية والبداية. أنت دائما عم تفكر بالنهاية، ولكن أنت بالأساس كيف ابتدأت العمل؟ ما كانت نيتك للعمل؟ طيب حأضرب مثل واقعي هلأ عم نعيشه. نحن هلأ بشهر رمضان المبارك، بالعشر الأواخر من رمضان، الناس تطلب ليلة القدر، تبحث عن ليلة القدر، بدو إجابة الدعاء، بدو الله يبلغه ليلة القدر، بدو كذا. طيب أنت كيف بدأت رمضان؟ هي مهمة جدا. كيف بدأت؟ هل أنت منذ الليلة الأولى نويت أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ نويت أن تقوم ليالي رمضان إيمانا واحتسابا؟ نويت أن تكون مستقيما وأن تتزود من هذا الشهر لما بعده؟ اللي ببلش هيك يكرم في نهاية الشهر ببلوغ ليلة القدر، والذي لا يبدأ كذلك هو في خطر. ممكن أنه الله سبحانه وتعالى يوفقه ويجتبيه ويغفر له ويتوب عليه ويبلغ ليلة القدر، وممكن لا. فدائما ما حدا يفكر أنه
الذي يبدأ بداية سيئة كالذي يبدأ بداية جيدة. كيف بدأت رمضان؟ أعود إلى ذلك، هل بدأت رمضان على الوجه الآخر اللي أنت دخلت الشهر وأنت تتطلع متى تخرج منه؟ هل أنت دخلت داهمك رمضان؟ يعني دخل رمضان وأنت مالك عم تحسب له ولا عم تفكر ولا ضمن نطاق اهتماماتك ولا ضمن مشاريعك لأصلاح نفسك، ودهمك رمضان وقلك يلا صاموها الناس صمنا، صلوها الناس صلينا. وبعض الناس يدخل رمضان وشعاره اللهم بلغنا شوال، بده يخلص من رمضان على الأسف. فنهاية هذا لا يمكن أن تكون كنهاية ذاك أبداً، النهاية ثمرة البداية أيها الإخوة. لماذا؟ ليش؟ وهلأ حنشوف ليش وبعدين حنشوف الاستثناءات من هالقاعدة. لماذا النهاية ثمرة البداية؟ لأن المعاصي والذنوب لا يمكن إلا وأن يكون لها أثر. بعض الناس يقع في الذنب ويمضي، أنه هي صغيرة هي كبيرة وتبنى منا هي كذا، ويظن بأن الذنوب إن لم يتب منها وإن لم يجدد العزم والنية على عدم العودة كأنها تمضي وليس لها أي تأثير وخلص عادي، هو مثله مثل اللي ما عصى. لا لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الذي ينشأ ويبدأ حياته في طاعة الله ليس كمن يمضي كل حياته في معصية الله وبآخر سنة سنتين بتوب، قد يقبل الله توبته وقد يكون عظيما عند الله وقد ولكن هذا ليس مثل ذاك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ يعني منذ نعومة أظفاره نشأ في طاعة الله. هي ما مثل هي، هي واحدة. اثنين، حدا قال لكم أن الذنوب التي هي عصيان لله قضية خطيرة جدا بتمر هيك؟ خلونا نشوف القرآن شو قالنا. يقول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه قال أساطير الأولين. وهم إلى أن يصل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي حجبهم عن نور الهداية ونور التصديق ونور الإيمان ما هو؟ ران يتشكل على القلب، غطاء، طبعا ليس غطاء حسي، ليس غطاء عضوي، غطاء معنوي يحجب القلب عن أنوار الله سبحانه وتعالى. هذا من تأثير ماذا؟ كلا بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون. شوف بني إسرائيل وقالوا قلوبنا غلف، يا رب ما عم نآمن، نحن ما عم نصدق، ما عم نطعن، قلوبنا وكأنها مغلفة وكأنها مغلقة ما بإيدنا، لحالنا هيك قلوبنا صارت قاسية. وقالوا قلوبنا غلف لحالة؟ لا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. واحدة تانية أيضا عن بني إسرائيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب بسبب ماذا؟ نقض الميثاق. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليش؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه. إذن أنت
عندما تبدأ بداية غير جيدة وتكون غارق في المعاصي أنت معرض لأخطار شديدة جدا، وبالتالي لن تصل إلا إلى غالبا إن لم يتداركك لطف الله لن تصل إلا إلى نهاية سيئة. بدك تفوز بإصلاح النفس، بدك تفوز بالجنة، بدك تفوز برضا الله، فرجيني كيف ابتدأت. حتى في الأعمال الدنيوية انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كانوا يقولون كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن على ما أظن نص الحديث. شو كان يعلم؟ يعني شوفوا قديش أهمية الاستخارة. شو الاستخارة؟ شو هي الاستخارة؟ هي اللجوء إلى الله في البداية. ونحن طبعا عندنا مفهوم مغلوط جدا عن الاستخارة، هذا طبعا صليت ركعتين وكذا حطيت راسي ونمت يلا شو بدي اشوف منام. مين قالكم انه الاستخارة هي منام او هي رؤية؟ من وين جايبينها هاي؟ وين حدا يفرجيني باحاديث النبي عليه الصلاة والسلام او بتعليمه للاستخارة ورد انه في موضوع منام بالموضوع؟ قد تأتي الرؤية كأحدى المبشرات ممكن، ولكن هي ما نشرط للاستخارة أبدا. الاستخارة ما هي؟ هي قبل أن تبدأ أي عمل تلجأ إلى الله، تصلي ركعتين أنت وبتدعي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت إلى آخره. شوف كيف اللجوء إلى الله منذ البداية، لجوء إلى الله وتفويض الأمر لله ولجوء إلى علم الله وقدرة الله قبل حتى أن أبدأ. هل أبدأ أم لا أبدأ؟ طبعاً تقول لي إذا ما شفت رؤية شو نتيجة الاستخارة؟ نتيجة الاستخارة دعائك. ألم تفقه ما دعوت؟ يعني أنا بستغرب من اللي بيفكر الاستخارة بس رؤية. أنت شو دعيت؟ شو قلت بالدعاء؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في كذا وكذا وكذا فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في كذا وكذا فاصرفه عني. هاي هي الاستخارة. إذا أمر في خير الله بيسر لك، يا ما في خير الله بيصرفه عنك. هذا هو جوهر الاستخارة. هي الرجوع إلى الله في البدايات أيها الإخوة. طيب الآن يعترض على كل ما قلناه، طبعا هذا ما قلناه تدل عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية والواقع وسلوك الناس، ولكن يعترض على ذلك بحديث نبوي يظن البعض أنه مخالف لهذا المعنى. شو هو الحديث؟ حديث مشهور بالبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون كذا، ثم يأتي إليه ملك فيكتب 4 أو يؤمر ب4 كلمات بعمره ورزقه وأجله وشقي هو أم سعيد، مهم، إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللي ها شوف هذا الحكي بناقض كل كلامك. النبي عم بيقول إن عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان ممكن يعيش كل حياته هو عم يعمل عمل أهل النار، بيقوم بعدين الكتاب اللي الله كتبه يسبق عليه، يعني حتى يعمل بمضمون الكتاب، بالأخير بيعمل بعمل أهل النار بفوت على النار، والعكس. شفت إنه معناتها الخاتمة مانا نتيجة البداية. والحقيقة أن من يفهم الحديث كذلك يقع في مغالطتين خطيرتين جدا. الحديث لا يفيد هذا المعنى. أولاً الكتاب ليس مرغماً للإنسان على العمل، واللي بيفهم إنه الكتاب ما كتب في لوح المحفوظ أو ما كتبه الملك
هو مرغ ومجبر للإنسان على العمل فقد اتهم الله بالظلم، أنه أنا عايش كل عمري عم أعمل بعمل أهل الجنة بس لأنه الله كاتب علي يفوت على النار، أما بآخر عمري عملت عمل لأهل النار ودخلت على النار. اللي فهم الحديث هيك مصيبة، هذا ضرب الدين كله وضرب كل صفات الله سبحانه وتعالى. الكتاب وفعل الخير والشر هو علم الله السابق بما ستختاره أنت، فالكتاب ليس مرغما، هذا أولا. اثنين، في رواية تانية للحديث تفسره. شو هي الرواية التانية للحديث؟ اللي هي جاءت برواية مسلم، الإمام مسلم، يقول نفس النص تماما بس في إضافة جملة تشرح لنا: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس. شوفوا انضافتها ثلاث كلمات اللي هي فيما يبدو للناس. الله ما ظلمه، أنت نحن شايفينه عم يعمل بعمل أهل الجنة بس هو غير صادق، هو كذاب، هو مرائي، هو مخادع. أنت شايفه عم يصلي ويصوم ويحج ويزكي وشايفه بأهل، بس بآخر حياته الله أظهره على حقيقته لما عمل بعمل أهل النار، ظهر أنه كان كاذباً في طاعاته. ما الله ظلمه ولكن هو لم يكن صادقاً، وبالعكس هناك شخص قد تراه في كل حياته بالمعاصي وبالذنوب وبالآثام ولكنه يملك قلباً خاشعاً، يملك قلباً محباً، هو يحس بخطئه، هو يريد أن يعود لله سبحانه وتعالى. الناس شايفته منغمس بالمعاصي ولكن حاله الداخلي هو أنه يرغب للتوبة، فهذا قد يوفقه الله في نهاية عمره وحياته إلى أن يتوب وتكون خاتمته بأن يعمل بعمل الصلاح فيدخل الجنة. فإذا الحديث لا يخالف القاعدة اللي هي مستنبطة من الآيات والأحاديث أن النهاية الجيدة هي ثمرة البداية الجيدة، وأنه من أشرقت بدايته أشرقت نهايته كما جاء في حكمة أخرى من الحكم العطائية، وأنه الإنسان النهاية بتكون حسب مسيرة حياته. هذا الحديث ما بيخالف على الإطلاق، وإنما هو يتحدث هنا عن حالة نادرة، عن حالة قد تنخدع بها، أنه شايف إنسان تقوى وصلاح وإيمان بس هو كذاب، أو شايف إنسان عصيان وذنوب وبعد ولكن هو من داخله قلبه خاشع ولديه محبة لله وربما يعود. وشوفوا هاي القصة نفسها، لما النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل كثيرا ما كان يشرب الخمر، كل مرة جايبينه شربان، كل مرة جايبينه شربان خمر، فعندما أدخل إلى المسجد قال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. أنه ما معقولة كل مرة جايبينه شربان. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن لعنه وقال: دعه فإنه يحب الله ورسوله، دعه فإنه يحب الله ورسوله. هذا ما تبرير للشرب، وما تبرير للمعصية، وما تبرير للذنب على الإطلاق. الخمر حرام وكبيرة من الكبائر بلا شك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن في قلب هذا الرجل خيراً وأن هذا الخير سيغلب عليه في النهاية. ولكن أعود فأقول هذه كلها حالات استثنائية ونادرة وقليلة، أما الحالة العامة هي أن الإنسان حسب سعيه تكون نتيجته، حسب يعني مسار حياته الطويل هو الذي يحدد ما الذي سيصل إليه. وهذا ينبغي أن يكون أيها الإخوة واضحا جدا في أذهاننا، وهذا أيضا ينبغي أن يعلمنا كيف ننظر إلى الناس، كيف ننظر إلى الحياة، كيف ننظر إلى العمل، وأن من يطلب النهاية الجيدة والخاتمة الحسنة دون أن يعمل لها يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لهيك تجد إنسان بيعمل وبيترك وبشيل وبيحط وبيرتكب كل الذنوب والمعاصي وكذا، بعدين يقول لك الله غفور رحيم،
أنا أحسن الظن بالله، الله ما معقول يحرق الناس بالنار. نقول لهؤلاء: لو أحسنت الظن بالله لأحسنت العمل، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. فاحذروا من هذا المزلق الخطير أيها الإخوة الكرام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أشرقت بدايته ونهايته. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.